ايه الدنيا خوفه بيها الله الشخص الكبير والصغير يعطونهم الان حاجه اسمها عصفر تهدي الروعه. ما ينفع انا معي روعه قديمه ما ينفع. فيك تراكمات تراكمات قديمه مره مداقش على البواب الفجر ولا الميادين شغال شغل صح ولا البواب طول عمرك انت بس المعلبه مفتي وما بيني وبين الميدان الا يمكن متر. طيب ويجيني هاك الموقف تعب في ابو يا رمي اخ من الخدمات مع السياره بدخل السياره معي. طيب دخل يا ابو انا فك البوابه كبير ابو هو يدخل قلت رح يمين ليش يشوفك من الميدان سرعه تعب اثرني بديت اغف تري اطلع انا ما سكرت البوابه انا قلت يا يوم طلعت للي يقول وش بعيد هو يلقطك بطني ويدقني بطني لا الحين يعورني بطني الحين معي من البعير الذاكرة قامت تعيد وتتخيل أن نزل ميدان هو ما نزل نزل ميدان كذا بثواني ترى شيء ثواني نزل ميدان ناداني القائد تعال وين كان البوابة وأنا أصحى الهاش ومحله إيش باقي عنه يدخل بس تقدم شبر كذا وشبونه الدنيا نازلة كل سويت وأقول أخش وي اكلمه زي حقين اجز ملبل اوي لا ما في ولا هاك ينقذني الله هاك الشايب بعد خدمات كل الخدمات يدورون في الميادين ما عندهم ميدانك وانا ذي تكفى ويجي يقول كلمه كذا يرجع لي يقول كذا وهي مع البوه وانا ارتاح الحين ما داني شيء اسمه بعير انا ما داني بعير ما تشوفني دائما ولا داني بوه ومعي روعه من اكريه الله بالولد ترى